تحياتي ليكم من ارياف السوهاج. انا مبسوط جدا ان انا اكون معاكم، وقدامي دقيقه ونص بس وهخلص. نفسي اتكلم معاكم في حاجه بعنوان كنيسه مطفشه. العنوان شدني قوي وكتبت فيه كلام حلو، واستفدت من رساله يوحنا الثالثه في الموضوع ده قوي. واللي خلاني اسمي العنوان كنيسه مطفشه هو موضوع اني كان في واحد اسمه ديوتريفوس. ديوتريفوس ده كان الكتاب المقدس بيقول عليه ان هو كان بيطرد الناس من الكنائس، كان لا يقبل الناس، وكان بيمنع الناس. ديوتريفوس معناه اللي ارضعته الالهه زفس، او اللي اعلته الالهه زفس. يعني كان حد نقدر نقول من معنى اسمه ان هو كان بيحب الوثنية، كان بيحب ان هو الكتاب بيقول عليه كان بيحب ان هو يكون اولا، كان بيحب الرئاسة، كان بيحب ان هو يكون اول واحد في الكل، وكان بيهزر مع الناس باقوال خبيثة. اذا الكنيسة كانت مطفشة في عهد ديوتريفوس لانه كان انسان مش صح، كان بيطرد الناس. عارفين ليه كنايسنا الايام دي ممكن تكون بتطفش الناس وبتطردهم؟ لان ما عندناش احتمال للناس، لان ما عندناش قبول للناس، لما عندناش محبة للناس، لأن ما عندناش تشجيع لصغار النفوس. أسباب كتيرة قوي بتقدر توصلنا للفكرة دي، إن كنيستنا تبقى مطفشة وتبقى مطردة وطاردة للناس بسبب عدم الاحتمال وعدم الغفران وعدم القبول وعدم التشجيع للناس الجديدة وصغار النفوس. عايز أقول لكم في أمثلة كتير ديوتريفوس دلوقتي في فلسطين، بس الأفضل إن لازم يكون في غايس. غايس معنى اسمه فرحان. غايس كان بيحب الحق، غايس كان محب ومضيف للغرباء. هل احنا غايس ام ديوتريفوس؟ هل احنا مرحبين ام مطفشة؟ امين.